السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم فيديو طريقة ربط ال SD وطباعة الصور بالطابعة J562. أول شي نفتح هذا الباب باستخدام الرام بالفتحة السفلى، راح يطلع عندنا هاي الشاشة. نختار فوتو، نختار حجم الصور احنا اللي نريده، طبعا راح نستخدم الحجم الكبير. نختار الصورة، ننطق أوكي. أوكي، وحاليا ننطق طباعة.